انا كنت عايش مع والديا مع مرت ابي وابي، ولكن بعد وفاه ابي هضرت نهضرت الحقوق ديالي. مرت ابي دات لي جوج ديران، وانا كتشرط اكثر من 21 سنه، وكتشرط اكثر من 21 سنه وانا كتهضمت الحقوق ديالي، وعن الامراض النفسيه والقولون العصبي، وطياتي الان وطياتي صعبه جدا للغايه. لا كنت عايش فيها مضطرب نفسيا خاطر الخيانه الزوجيه اللي رجعت نتاثر هذه الامراض، رجعت نتضرب بعض الصدمات الامراض النفسيه. ما خانت با انا كانت عندي خمس سنين هي واخا عندي خمس سنين. المهم كثير بغا يفتح القضيه، هاد الخدام اللي كانت عندنا هي اللي فتحت القضيه، وصل بابي جا بالخارج قالت له واش وقع مع المراه تاعك. مات با 99 شهر 8 وموراها باربع شهور قالت لي مرت با قالت لي انت ما تنساش فهاد الدار مكتوب عليها سميتي. ورمت لك الشيء برا ورمت لنا منذ السن الأربع السن الرابعة عشر من عمري. السن اللي تشركت كانت عندي 14 عام. قلت له المحسنة كيجيبوا لي الماكلة هكا ومن بعدها سمحوا لي. وعشي في الزرقاء وواحد السيد كان في الكراج وعطيه نفسه بالله وقال لا يرتاح له. قال رجع يكثر في المساء يكثر. وفرشيت نفاق صابح فر شوية ولكن ما نقول لا بأس به. انا كنت طالب نجيب حقي وطالب ندير الليرين باش نشوف المشكل، واش عندي الامراض النفسيه ولا القول العصبي. باغي ندير الليرين الجسم تاعي كامل باش نشوف المشكل تاع الدوب نجينا، واش عندي القول العصبي ولا الامراض النفسيه. باغي ندير الليرين الجسم تاعي كامل، ونتمنى من اللي عندنا المشاهده يحسن بيا ان شاء الله.